بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي وبناتي طلبة المدارس الزراعية، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة. وحلقتنا إن شاء الله هتبقى مثال تطبيقي لإزاي أستفيد، إزاي أستفيد من خبراتي ودراستي لمجالات الحصلات البستانية كمثال تطبيقي في حياتي العملية، ودي في نطاق البيئة المحيطة بالإنسان كتطبيق لجزء أساسي من حياتي العملية في داخل بيتي. أنا النهاردة حلقتنا مخصصة لطلاب الصف الثالث من المدارس الزراعية نظام ال3 سنوات، مجال إنتاج الحصلات البستانية. طالب عندي، إحنا درسنا مع بعض في الصف الأول مادة أساسيات البساتين، ودرسنا مع بعض في الصف الثاني مادة إنتاج الحصلات البستانية أو خدمة الحصلات البستانية، خدنا فيها خدمة حصلات الفاكهة، وخدنا خدمة حصلات الخضر، وخدنا خدمة حصلات الزينة، وكمان اتكلمنا فيها على الزراعة الحيوية، واتكلمنا أيضا على نوع تاني من الزراعة التانية، نظام الزراعة المحمية. وبالنسبة للجزء الخاص بالصف الثالث بيتم فيه دراسة مجموعة من المواد أيضا اللي هي خدمة الحصلات البستانية، سواء كانت فاكهة أو خضر أو زينة، وعندي جزء خاص بالنباتات الطبية والعطرية، وعندي جزء خاص بخدمة النباتات الزراعة المحمية. طب ايه هي المثال التطبيقي اللي انا اقدر استخدمه في حياتي العمليه، في غير ان انا استخدم الجزء من المواد بتاعتي دي اللي انا درستها في حياتي انا كراجل فني؟ بتكون دراستي في مجال انتاج الحصلات البستانيه بيكون عندي دراسه بتؤهلني للالتحاق بقطاع كبير من سوق العمل في مزارع انتاج البساتين المختلفه، سواء كانت مزارع انتاج الخضار او مزارع انتاج الفاكهه، او في مجال تنسيق الحدائق ومجال اللاندسكيب. عندي في جزء مهم أهن يمكن هنلقى عليه الضوء النهارده، ازاي ان انا استخدم الماده اللي انا ادرستها في ان انا ازرع حاجه انا هوفرها في بيئتي المحيطه بيا باقل الامكانيات، بحيث ان انا احصل على غذاء امن وغذاء صحي وغذاء نظيف وباقل الاسعار وتحت رعايتي الشخصيه. يعني انا هنا هستخدم المعلومات اللي انا درستها وبستفيد منها في مثال تطبيقي هيؤدي الى توفير فرصه عمل انا ممكن استخدمها لو انا عايز استخدمها كنطاق اقتصادي، او ان انا استخدمها في انتاج غذاء صحي وامن. يمكن بعضنا بيلاحظ في مشكله عندي في انتشار استخدام المبيدات واستخدام الكيماويات في انتاج الحصلات المختلفه، وبصوره اساسيه في انتاج حصلات الخضر، وخاصه التي يتم استهلاكها بصوره طازجه، او الخضر التي لا تعامل معامله حراريه مما يؤدي الى ضرر بصحة الإنسان. فإحنا النهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعض حاجة جديدة، إزاي إن أنا أزرع بيتي. يمكن المصطلح ازرع بيتك دعوة إن إحنا نبدأ مع بعض، سواء كنا عمال فنيين وحضرتك ممكن تؤدي بتوفير خبراتك لجيرانك في المنطقة اللي حضرتك ساكن فيها، أو أصدقاء العمل أو أصدقاء بالجوار، إن أنت تنشر هذه الفكرة لأنها لها مردود عالي جدا، وبتوفر بعض الإمكانيات أيضا بنستغل فيها إعادة تدوير لبعض الأدوات اللي موجودة في بيئتنا. يبقى هنا بحافظ على البيئة بتاعتي، وكمان أنا بقدر أوصل إن أنا أحفظ على أو الحصول على غذاء صحي وغذاء آمن. طيب إيه هي المواد اللي هيتم دراستها في الصف الثالث دي، حتى كده كجزء معلومات عامة زي إيه الحاجات اللي أنا هشتغل عليها؟ هيبقى عندي كتاب اسمه كتاب الزراعة المحمية، بنتعلم فيه طرق إنتاج الحصلات المختلفة تحت نظام الزراعة المحمية.
داخل الصوبات او تحت الانفاق، سواء كانت نباتات خضر او نباتات فاكهه او نباتات زينه. وعندي جزء الخاص بالنباتات الطبيه والنباتات العطريه، النباتات الطبيه اللي بيستخرج منها بعض المواد اللازمه لاستخراج المواد الطبية، وجزء الخاص بالمواد العطرية. في عندي مواد خدمة، مادة خدمة الحاصلات، سواء كانت خدمة حاصلات فاكهة أو خدمة حاصلات زينة أو خدمة حاصلات خضر، إن أنا بدرس فيها إزاي أحصل على نباتات بإنتاج مختلف. طيب عشان أوصل للعنوان بتاعنا إزاي أزرع بيتك، نبص مع بعض لبعض هذه الصور عشان نشوف مشروعنا هيوصل لفين وشكله ازاي. الواضح عندي هنا ده احد الاسطح، وتم استخدام بعض الاواني او بعض صناديق الفوم لانتاج بعض النباتات فوق سطح منزل. والصورة التانية ايضا بتبين لي زراعة أحد نباتات الخضر، وهو نبات الفلفل أيضا داخل صناديق من البلاستيك. طيب وجزء الصورة اللي بعد كده بتبين لي شكل جمالي، أنا استخدمت هنا كتكعيبة موجودة أيضا فوق سطح منزل، واستخدمت فيها بعض الأواني المستخدمة في إنتاج نباتات الزينة. وايضا هنا برضو شكل من الاشكال الجمالية اللي انا استخدمت فيها برضو عملية تنسيق جميلة جدا لنباتات الحاصلات الزينة، برضو كاستغلال لمساحة معظم الاماكن عندي فيها قد تكون غير مستغلة. وهنا برضو طريقة من طرق المستغلة لانتاج احد حاصلات الخضر المهمة جدا والمحببة بالنسبة لنا، ان انا استخدم زراعة داخل المواسير في طريقة من طرق الزراعة دي لنبات الفراولة. عندي ايضا ممكن ان انا استخدم ايضا اوعية الزراعة اللي انا بنتج فيها بعض نباتات حاصلات الموالح داخل اواني خاصة، وايضا في زراعة الأسطح. والصورة اللي بعد كده عندي بعض الأواني المستخدمة لإنتاج الأشجار الفاكهة. باستعراضنا لهذه الصور، أنا هنا بوضح إزاي إن أنا ممكن في شكل نهائي أقدر أوصل لهذه الصورة كلنا ممكن نعملها، سواء كنا عاملين فنيين او طلاب مدارس زراعية او اصحاب منازل او عقارات. هنستغل خبراتنا احنا كطلبة مدارس زراعية في توصيل معلوماتنا وتوفير خبراتنا لاهالينا واصحابنا، عشان نوصل زي ما احنا شفنا. انا حوصل بحضرتك من سقف عادي خالص، في نهاية الحلقة ان شاء الله بيكون عندك الخبرة الكافية ان انت توصل ان انت تنتج، بيكون في النهاية زي ما احنا شايفين توصلنا لنفس الصورة اللي موجودة معنا. يبقى احنا بنتكلم هنا على ازرع بيتك، ازرع سطح بيتك، ازرع المساحة المجاورة للبيت، ازرع المساحة الامامية اللي موجودة قدام البيت، ازرع شجرة قدام بيتك ورعاها، ازرع شجرة على طريق ورعاها، بتكون لك زخر وبتكون انتاجها بيعود عليك وعلى الغير بالنفع. طب خبراتك انت اخدتها خلال دراستك معانا في مواد الصف الاول ومواد الصف الثاني، وان شاء الله مواد الصف الثالث هتساعدك على الكلام ده بصورة اكبر شوي. طيب نعرف من هنا يعني ايه كلمة زراعة الاسطح. زراعة الاسطح معناها ان انا بستغل اسطح المنازل والمنشآت المختلفة او اي مساحة مهملة عندك غير مستغلة، سواء كانت على السطح او داخل المنزل او المساحات المحيطة، في زراعة بعض النباتات. يبقى انا هنا معنى بسيط جدا لزراعة الاسطح، ان انا بستغل كل المساحات المتاحة عندي، سواء كانت على سطح المكان او سطح المنزل اللي انا ساكن فيه، او مساحة امامية او مساحة غير مستغلة بجوار المنزل. طيب انا لما اجي استغل الكلام ده، ايه الفايدة اللي هتعود عليا من زراعة الاسطح؟ عندي والله في عندي ثلاث فوائد
بتعود عليا او ثلاث حاجات مهمين جدا، فايده اقتصاديه وفايده بيئيه وعندي فايده اجتماعيه. فايده اقتصاديه معناها ان اللي حضرتك هتعمله هيبقى يوفر لك عائد اقتصادي، يعني هيوفر لك فلوس. ازاي هتوفر فلوس؟ اولا اذا اكتفيت بالانتاج بتاع حضرتك على الاستهلاك الشخصي، فانا وفرت هنا ثمن الشراء. ده مش كده وبس، ده هنا انا ضامن ان انا بانتج حاجة انا اللي مشرف عليها، فانا متأكد من سلامتها صحيا وغذائيا بالنسبة لي. العنصر الثاني من ناحية البيئية، انا هنا بعيد تدوير بعض المنتجات زي ما هنشوف بعد شوية في اثناء عملية الزراعة دي بيتم ازاي. الحاجة اللي بعد كده بيئيا، انا بانتج نبات باشرافي بدون استخدام لا مبيدات ولا كيماويات، فانا هنا بحافظ على البيئه. وايضا هنا عندي فايده اجتماعيه، ان انا ممكن تكون دي بالنسبه لي مصدر من مصادر الدخل لو انا اشتغلت بيها على نظام الانتاج المكثف او نظام الانتاج التجاري. يبقى فوائد زراعه الاسطح ليها فوائد اقتصاديه وليها فوائد بيئيه وليها فوائد اجتماعيه. وزي ما احنا قلنا كلمة المصطلح بتاع زراعة الأسطح ما هياش قاصرة على أسطح المنازل والمنشآت، لا أيضا أنا بمد المصطلح شوية إلى المساحات الأمامية والخلفية والمساحات الغير مستغلة بجوار المنازل. طيب إيه هي أهم الحاجات اللي يجب مراعاتها عند زراعة الأسطح؟ عشان تقدر تزرع الأسطح عندك ويكون عندك الإنتاج بتاعك إنتاج جيد وخالي من المشاكل، أول حاجة إن الأسطح عندي يجب إن هي تكون نظيفة وخالية من مسببات الأمراض وخالية من مسببات الآفات قبل البدء في المشروع. بمعنى إيه؟ يعني أنا لو عندي دايما المنظر اللي موجود او الواقع اللي موجود في كل الاماكن، ان عندي المساحات دي بتبقى اماكن لتخزين مخلفات الاجزاء المنزليه او اجزاء الاساس الغير مستغله، بتكون حاجات اللي انا ما بستخدمهاش، فبيكون مصدرها او مكان تخزينها لحين التخلص منها بيكون اسطح المنازل. لا، هنا انا عايز المكان بتاعي يكون نظيف ومكان يكون جيد للتهوية، وكمان أنا لما أجي أزرع أنا هختار المحاصيل بتاعتي المناسبة. والله المكان بتاعي بيكون مكان فيه نسبة ظل معينة، العمارات المساكن اللي جنبي أعلى مني بشوية، فأنا هنا في نباتات بتحتاج إلى ظل وفي نباتات بتحتاج إلى ضوء بدرجة أكبر، فأنا براعي برضو اختيار النباتات المناسبة. الحاجة التانية أنا بختار البيئة اللي هزرعها تكون بيئة لا تشكل ثقل على أسطح المنازل. يعني أنا هنا لما أجي هركب البيئة زي ما احنا هنشوف بعد شوية إزاي تختار البيئة اللي هتزرع فيها، بجيب لحضرتك بيئات الوزن بتاعها خفيف مما لا يؤثر أو لا يسبب مشاكل على أسقف المنازل. الحاجة اللي بعد كده حاجة خاصة بالجزء الإنشائي، أي حد هيفكر يطبق المشروع دوت في أرض الواقع لابد إن هو يعمل عملية عزل كامل لأسقف المنازل قبل بداية تنفيذ المشروع. عزل بالنسبة في بعض نستشير فيها بعض الفنيين، أنا بعزل عشان عندي نبات، طالما عندي نبات هيحتاج لمياه ري، فهيبقى عندي في معدل تصريف، هيبقى عندي في معدل نتح، هيبقى في عندي معدل بخر، فهيبقى عندي ارتفاع بنسبة رطوبة. نسبة الرطوبة النسبية لو زادت هتؤدي إلى ضرر على الأسقف، فأنا أول حاجة هعملها إن أنا هعمل عزل للأسقف اللي موجودة عندي. يبقى الاشتراطات اللي واجب مراعاتها عند زراعة الأسطح، يجب أن يكون السطح نظيف، بختار المحاصيل المناسبة عندي، بختار طريقة الزراعة المناسبة، وبيفضل عزل الأسطح للحماية من تسرب المياه. طيب ما هي أهم النباتات التي تصلح لزراعة الأسطح؟ عندي مجموعة كبيرة جدا من النباتات، سواء كانت نباتات فاكهة أو نباتات خضر أو نباتات زينة أو نباتات زهور قطف.
لو جينا نستعرض مع بعض بعض الأمثلة لأهم النباتات المستغلة والمستخدمة في زراعة الأسطح كمثال تطبيقي لما درسناه وما سيتم دراسته في مواد الصف الثالث الزراعي مجال إنتاج الحصلات البستانية، عندي نباتات الخضر السمرية زي الفراولة والطماطم والفلفل والشمام والباذنجان والكوسه، وعندي مجموعه كبيره من الخضر الورقيه الخس والجرجير والكرنب والسبانخ ومجموعه خضر السلطه بصفه عامه، وعندي من ضمن النباتات الطبيه ونباتات العطريه نبات الريحان ونبات النعناع ونبات الروزماري ونبات الزعتر، ومن ضمن نباتات زهور الزينه وزهور القطف القرنفل والورد الجوري والجزانية. وأيضا هل ممكن أزرع أشجار فاكهة؟ أو ممكن أزرع أشجار فاكهة، بس بيشترط عندي النباتات اللي ممكن التحكم في تحجيمها عشان ما توصلش عندي لأحجام كبيرة مما يؤدي إلى تأثير على الجذور بتاعتي، ممكن تؤدي إلى تأثير على أسقف المنازل زي الليمون والعنب والخوخ. طب لو أنا فكرت بقى وجهزت المكان عندي وعايز أخش في مجال التنفيذ، إزاي تبدأ تنفذ حاجة زي كده؟ عشان ننفذ المشروع دوت مع بعض هنبص فيه على تلات حاجات مهمين جدا عندي. أول حاجة هتزرع في إيه؟ اللي هي أوان الزراعة أو أوعية الزراعة. بعد كده هتزرع ايه؟ البذرة اللي هتزرعها والشتلة اللي هتزرعها، وهتزرع فين؟ اللي هي مخلوط التربة او بيئة الزراعة. يبقى عندي عشان ننفذ الزراعة المنزلية او زراعة الاسطح هجهز الآنية بتاعت الزراعة اللي انا هزرع فين وهزرع ايه وهزرع في ايه البيئة او الوسط الزراعة. نبدأ بأول جزء عندي تجهيز اواني الزراعة. هتزرع فين؟ في حالة زراعة الأسطح أنا بأزرع في أي وعاء يمكن أن يحتوي على بيئة وفي جزء بيساعد على تنظيم تصريف المياه. العملية كلها مفتوحة، هنستعرض مع بعض بعد شوية بعض الأواني شكلها. أي إناء عند حضرتك متاح بيمكن استخدامه كحاوية بتحتفظ بالحاوية دي، بيكون جواها وسط الزراعة وبيكون عندي إمكانية ان انا انظم معدل تصريف المية عشان اتحكم فيها بحيث ان هي ما تأثرش على السقف عندي. يبقى اي اناء عند حضرتك بالحجم المناسب يمكن استخدامه كآنية من اواني الزراعة. طيب اواني الزراعة دي عشان استغلها اول حاجة لازم اجيبها واغسلها وانضفها واعرضها لأشعة الشمس، ولو عندي محلول معقم ان انا اعقمها بيها، ما عنديش ممكن اغسلها واسيبها في الشمس فترة للقضاء على لو عندي اي مسبب مرضي موجود. طب نوعيات الاواني اللي متاحة او الاوعية المتاحة عندك ايه؟ ايه اللي ممكن تستغله في هذا الوضع؟ نيجي نشوف مع بعض كده بعض الصور هتبين لي انا ممكن ازرع في ايه. هنلاقي الموضوع سهل جدا وبسيط وميسر ومتاح لكلنا ان احنا ممكن نعمله، سواء كنا طلاب فنيين، وزي ما قلنا لو حضرتك احتجت مشورة جنبك ابنك طالب المدارس الزراعية مجال انتاج الحصيلات البستانية هيقدم لحضرتك المشورة والمعلومة، ومدارسنا موجودة في كل مكان واحنا معاكم وبنقدم لكم المشورة على مدار الساعة. أول حاجة بصوا معايا كده، دي صورة من ضمن الصور عندي فيها أوعية بلاستيك قديمة وصاج ممكن أستخدمها في الزراعة، ما هيش مكلفة في بعض الأحيان، أنا ممكن أجيبها من الناس اللي بتلم الحاجات المستعملة أو لو هي كانت موجودة عندي في البيت بصورة أساسية. في عندي صندوق خشب أنا ممكن لو أنا بقى محتاج شكل جمالي وديكور جمالي أنا ممكن أصمم هذا الصندوق الخشبي عند أحد النجارين، أو لو هو موجود عندي بصورة كان موجود فيه أي حاجة أو أنا شاري فيه حاجة معينة.
ممكن البراميل البلاستيكيه زي ما موجوده في الصوره اللي قدامنا، بس زي ما احنا قلنا ان انا كل اللي فيها عندي اناء فيه تنظيم لتصريف الميه، وجزء بيحتوي على الرطوبه، في عندي جزء ايضا لو كان عندي صناديق الفوم. ولاحظوا معايا هنا الجزء المهم، احنا قلنا ان انا بعمل عملية عزل للسقف، وكمان هنا برضو بلاحظ ان انا عامل موجود عندي بلاستيك محيط بيها لتنظيم تصريف المياه. يبقى صناديق من الفوم. ممكن الجزء اللي بعد كده بجهز البذور والشتلات. يبقى احنا قلنا اول حاجة هجهز الاواني، ودي اي وعاء بيصلح لحفظ التربة أو حفظ البيئة اللي أنا هزرع فيها، وبنظم عملية تصريف المي. وقلت بتعامل معاه إزاي؟ أنا بغسله كويس، بطهره، بعقمه، بيتم وضعه على الأسقف بطريقة معينة، بيتم توصيل وصلة صرف للتخلص من الماء الزائد من كل هذه الأواني. الجزء اللي بعد كده أنا هزرع إيه؟ انا قلت هزرع فين، هزرع في اواني، قلت زي ما قلت يا اما اواني من الخشب، يا اما اواني من البلاستيك، يا اما اواني من الصاج، يا اما اواني على اي اداه او اي وعاء عند حضرتك سيكون تالف او غير مستغل، او ممكن ان انا احصل عليه بشكل او باخر. بعد كده تجهيز البذور والشتلات. انا هزرع ايه عندي؟ انا ممكن اجيب شتله اشتريها من مكان انتاج الشتلات، سواء كان شتله خضار، سواء كان فلفل، باذنجان، فراوله، او ان انا اجيب البذره بتاعتي وازرعها، بجيبها برضو من عند الناس المخصصه لانتاج البذور. يبقى طيب الجزء اللي موجود عندي يا اما اجيب البذره يا اما اجيب الشتله، وسواء جبت بذره هنتعلم مع بعض نزرعها ازاي، ولو جبت شتله هنتعلم مع بعض نزرعها ازاي. الجزء المهم جدا جدا ايه هي الوسط اللي هيتم الزراعة فيه. الوسط اللي هيتم الزراعة فيه اسمها التربة أو وسط الزراعة. عشان أزرع وسط الزراعة هو المكان اللي جذر النبات هينمو فيه. طيب إيه هي المواصفات بتاعتي اللي يجب توفرها في هذا الوسط كي يكون جيد؟ تربة أو وسط الزراعة ينمو فيه الجذر، يبقى هو مكان لنمو الجذور، ولما بروي النبات الجزء ده بيحتفظ بنسبة الرطوبة اللازمة لنمو النبات، يبقى عندي بيحتفظ بنسبة الرطوبة، ما يكونش بيحتوي على مواد ضارة ولا مواد سم، يكون خالي من مسببات الأمراض وخالي من الأملاح. أي وسط زراعي أو أي وسط يحتوي على هذه الصفات، ان هو بيحتفظ بالرطوبة، بيسمح بالتهوية، ما فيهوش مواد ضارة، خالي من مسببات الامراض، خالي من الاملاح، اذا هو بالنسبة لي هيعتبر وسط الزراعة او البيئة اللي انا ازرع فيها. يبقى مواصفات البيئة ان توفر البيئة الرطوبة اللازمة لنمو الجذر، وتوفر تهوية، يعني الجزء الزايد من المية بيتم تصريفه، لا تحتوي على مواد ضارة أو مواد سامة، خالية من المسببات المرضية، وتكون البقية خالية من الأملاح. طب نيجي نشوف مع بعض بقى إيه هي أفضل خلطة حضرتك هتستخدمها للزراعة المنزلية. بصوا معايا، أنا بيكون عندي كمية من البوتموس وكمية من الكومبوست وجزء بسيط من الرمل، وعندي كمية من نشارة الخشب. لو احنا لاحظنا ان المكونات دي كلها مكونات خفيفة الوزن ما عدا الرمل، بس انا بستخدم نسبة الرمل ليه؟ احنا قلنا ان من ضمن مواصفات التربة المناسبة لزراعة الاسطح ان يكون عندي مجال بتسمح بعملية التهوية، فوجود نسبة من حبيبات الرمل داخل خلطة البيئة بتؤدي إلى إمكانية خروج الماء الزائد عن حاجة النبات، فبتسهل عملية التهوية. أما باقي المكونات لو جينا نبص لها، سواء كان بيتموس أو كومبوست أو نشارة خشب، فهي بتتميز بإيه؟
بتتميز بانها خفيفه الوزن، ما بتشكلش عندي مشكله في وزنها. الحاجه اللي بعد كده بتحتفظ بكميه كبيره من الميه، فهي وسط بيحتفظ بالرطوبه اللازمه لنمو الجذور، وكمان بيئه هشه بتساعد على امكانيه وسهوله انتشار الجذور، وده وسط نموذجي او بيئه نموذجيه لانتاج الحاصلات البستانيه المختلفه. يبقى البيتموس، كومبوست، رمل، شرط خشب، ممكن نحط معاهم البيرلايت، ممكن نحط معاهم ماده الفيرميو كلايت. طب ما تيجي نبص مع بعض، لو انا عندي برميل انا محتاج ان انا ازرع فيه شجره فاكهه، ايه التصور البيئه هيكون شكلها ازاي، وتركيبه الخلطه بتاعتك اللي هتحطها في البرميل هيبقى شكلها ازاي؟ بصوا معايا كده، بلاقي عندي البرميل بتاعي بيتم فيه تركيب انبوب خاص بعمليه الري، انبوب خاص بعمليه تصريف الماء موجود في قاعه، بعد كده بيكون الجزء اللي بعد من تحت خالص بيكون فيه كميه من الحصى بتساعد على توفير تصريف للمياه الزائد عن حاجة النبات، بركب فوقيها شبكة عشان تكون فاصل ما بين وسط التربة ووسط الحصى اللازم لتوفير التهوية، بعد كده بيكون عندي تربة الزراعة. يعني هنا عندي بيكون المحتوى بتاعي عبارة عن مجموعة من الطبقات، ناخدها من فوق لتحت تاني. الجزء اللي فوق خالص عبارة عن مخلوط التربة اللي احنا قلنا تربة زراعية، عبارة عن مخلوط من البوتنس والكمبوست ونشارة الخشب والرمل، ممكن نحط بيرلايت، ممكن نحط فيرميوكلايت، مخلوط معين بنسب على حسب ما يتراءى ليك. ممكن استخدم قش الرز سواء كان بصورة كاملة او بصورة بعد تقطعها في صورة تبن الناتج عن قش الرز. كل الاوساط دي تستخدم في عمليه الزراعه، ما بتشكلش عندي مشكله. انا بنتج هنا عندي محصول ليس تجاري، ولكن انا عندي بانتج محصول امن وذو قيمه غذائيه عاليه وخالي من مسببات الامراض. بعد كده بحط شبكه عشان تفصل لي ما بين وسط التربه والجزء الخاص بعمليه تصريف الميه عشان تحدي من مجال انتشار الجذور. فأنا لما بقلل معدل انتشار الجذور بحجم الأشجار بتاعتي عند حجم معين عشان ما تزيدش عندي بالأحجام كبيرة. وبعد كده بيكون عندي جزء من الحصى المساعد عندي في عملية تصريف المية الزايدة عن حاجة النبات، وبعد كده بيبقى عندي أنبوبة لتصريف المية الزايدة لأن أنا بخرج منها الماء الزائد. يبقى هنا أنا عندك لو أنت عايز تعمل المشروع ده، كل اللي عليك هتجيب إناء بشكل او باخر باي نوع من الاواني موجوده عندك، هتروح جاي موصل فيه وصله صرف وتحط جزء من الحصى لتنظيم صرف الميه، شبكه من السلك عشان تحد معدل انتشار الجذور، وتفصل ما بين التربه بتاعتك والمعدل الحصى، وبعد كده بتزرع فيها البذره او تزرع فيها الشتله وتراعيها بمعاملات الري المختلفة حتى تصل إلى مرحلة الإنتاج. أنا بنصح هنا إن كل الخضر الورقية اللي حضرتك بتاكلها بصورة طازجة ازرعها. الفلفل، جرجير، بقدونس، كزبرة، شبت، كل الحاجات دي بدل ما أنا أشتريها أنا عندي إمكانية إن أنا أزرعها في البيت، بتبقى عندي آمنة. بنتج نبات صحي وآمن، مجرد وجوده في البيئة بيدي شكل جمالي، وبتكون حضرتك ضامن ان النبات ده منتج بصورة طبيعية وآمنة وغذاء صحي وما يكونش فيه اي مشاكل. يمكن لما حضراتكم تجربوها معانا ان شاء الله هتلاقوا في فرق كبير حتى في طعم ونكهة هذه المواد. من ضمن الحاجات ايضا اللي بننصح بيها في ازرع بيتك، في جزء مهم جدا من ضمن الأجزاء وعملية مهمة جدا تسمى إنتاج الخضر النابتة، ودي جزئية يمكن كلنا بنستخدمها في بعض الأحيان بس ما احناش بنستخدمها بصورة منتشرة على طول بصورة عامة. لأ، بس دي حاجة من ضمن الحاجات المهمة جدا و وفايدتها الغذائيه عاليه جدا، اسمها الخضر النابته. يعني ايه كلمه خضر نابته وبنستغل بيها ازاي وبنعملها ازاي؟ خضر نابته او تعريف النبت
نباتات، انا بزرع البذره بتاعتي وبسيب البذره تنبت، وبعد ما تصل عمرها من يوم الى 5 ايام، او ان النبت بتاعي طوله بيصل من 1 الى 7 سنتي، ببدا احصل على هذا النبت، سواء كان بصوره في لونها الطبيعي او بعد ما تتحول الى اللون الاخضر اللي بيكون طولها تقريبا في حوالي 10 سنتي. هنفكر مع بعض كده في بعض المواسم والاعياد احنا بيتم تنبيت نبات الحلبة، ومن عندي من ضمن النباتات الخضر النابتة الترمس. وجود النباتات او النبت الاخضر ده من ضمن الحاجات اللي بتعود عليا لو انا استخدمتها، القيمة الغذائية بتاعتها عالية جدا. حد يقول لي طب هو في فرق ما بين استخدام البذرة بصورتها العادية وبعد ما تتحول إلى النبت؟ لا، القيمة الغذائية بتاعت النبت بتكون قيمة غذائية عالية جدا، وبتكون أعلى من البذرة في صورتها الطبيعية. نشوف مع بعض كلمة تعريف النبت يعني إيه. النبت بادرة بستخدمها بعد مرور عمر من 1 إلى 5 أيام، وبيكون عندي طولها من 1 إلى 7 سنتي، بيكون لونها أبيض مصفر أو أخضر. والنبت الأخضر عندي بيستخدم بعمر أكبر لما يكون طوله بيصل إلى 10 سنتي، وتستخدم لإنتاج العصير الأخضر. وممكن أيضا أن أنا أستخدم بعض البذور بعد نقعها في الماء وانتفاخها قبل التنبيت زي ما بيحصل في نبات الترمس. يبقى هنا عندي بذرة أنا بيتم نقعها في المية، ويا إما أستخدمها بعد نقعها في المية وانتفاخها وقبل خروج الجزير وقبل خروج البادرة، أو بعد خروج البادرة قلنا زي ما كنا لو وصل طولها من 1 إلى 7 سنتي بيكون لونها أبيض مصفر أو أخضر. لو انا محتاج ان هي تصل الى اللون الاخضر او النبت الاخضر بسيبها لما توصل طول اكبر شوية، طول 10 سنتي. طب هل النبت الاخضر دوت ايه اللي بيخليني ازرعه؟ بلاقي عندي في عندي حاجة اسمها القيمة الغذائية للنبت الاخضر. اول حاجة ان النبت الاخضر بتاعي اول حاجة فيه غذاء غني في محتواه من الفيتامينات والانزيمات والمعادن والأملاح المعدنية والأحماض الأمينية والبروتينات. يبقى النبت دوت غذاء عالي القيمة الغذائية. الكربوهيدرات اللي عندي فيه بتكون في صورة أحادية، فبيكون غذاء سهل الهضم. الحاجة اللي بعد كده يعتبر الغذاء الوحيد الحي الغني بمحتواه من البروتين. يعني هنا النبت دوت مصدر من ضمن مصادر الحصول على البروتين. كده وبس؟ لا، بلاقي عندي في قيمة طبية للنبت بتاعي. يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، فهو يحمي من السرطان والأمراض السرطانية. النبت أيضا خالي من الكوليسترول ومنخفض في محتواه من السعرات الحرارية، يحافظ على قوة وصحة الجهاز المناعي. طب احنا هنا لما اتكلمنا على القيمة الغذائية والقيمة الطبية، هل هنا هيكون في مدعاة لزراعة هذه النباتات داخل المنازل؟ وهل في إمكانية ان انا ازرعها واستخدمها بصورة تجارية او بصورة للاستخدام الشخصي داخل المنزل؟ هنا لقيت عندي غذاء بيقي من امراض السرطان، خالي من الكوليسترول، يحافظ على قوة وصحة الجهاز المناعي. الكربوهيدرات اللي عندي في صورة أحادية، فإذا هنا غذاء يعتبر غذاء مهضوم، غذاء بيحتوي على البروتين، فيه كمية من الكربوهيدرات والأملاح المعدنية والبروتينات والفيتامينات. طيب ليه أنا بزرعه داخل المنازل؟ أول حاجة إن النبت الأخضر منتج عضوي. منتج عضوي معناه ان انا لا يتم استخدام اي مركبات كيميائية اثناء استخدامه على الاطلاق. انا بجيب البذرة وبيتم ترطيبها بالمية، وبعد كده يا اما اكمرها يا اما استخدمها بعد انتفاخها قبل خروج النبت من عليه.
يبقى منتج عضوي. معنى كلمة منتج عضوي معناها أنه هو لا يتعرض لأي نوع من المواد الكيماوية، فهو بالنسبة لي حاجة مفيدة جدا للنبات. الحاجة اللي بعد كده أن المنتج بتاعي دوت بيتم استهلاكه طازجا بصورة يومية. أنا اللي مطلعه عندي في البيت بيتم استهلاكه بصورة طازجة وبصورة يومية. الحاجة اللي بعد كده، هل هو هيكلف بالنسبة لي حاجة؟ لا، المصدر اللي عندي كل اللي أنا اتكلفته بذرة، شوية مية، وكمرتها في حاجة، وبعد كده البذرة بتاعتي طلعت. بعد كده هو منتج آمن وصحي وبيئي. آمن لأن أنا ما استخدمتش فيه أي مواد كيماوية. صحي، لا يضر بصحة الإنسان. بيئي أيضا، لا يؤدي إلى تلوث البيئة. وهو أيضا غني في محتواه من الفيتامينات والإنزيمات والمعادن. طيب، هل كل البذور اللي عندي، أو إيه هي أهم أنواع البذور التي تصلح لإنتاج النبت الأخضر؟ من ضمن أهم أنواع البذور التي تصلح للنبت الأخضر أو البذور النابتة، عندي بذور نبات الحلبة وبذور نبات الفجل. من ضمن البذور البقولية نبات الفول ونبات العدس ونبات البسلة ونبات فول الصويا ونبات الحمص ونبات القمح. طيب، هنا لو أنا عايز أستخدم هذه البذور لإنتاج النبت الأخضر، كل اللي علي أنا هعمل إيه؟ أنا هجيب البذرة من مصدر موثوق به كأحد أنواع البذور اللي موجودة قدامنا، سواء كانت حلبة أو فجل أو فول أو عدس أو بسلة أو فول صويا أو حمص أو بذور نبات القمح. أنا هجيب البذرة بتاعتي وبيتم نقعها في المية زي ما هنشوف بعد شوية لمدة 8 إلى 24 ساعة لتنشيط عملية الإنبات، وبعد كده بيتم شطفها في ماء بارد مرتين يوميا صباحا ومساء، وفي الصيف بيتم غسلها أو شطفها 3 مرات، وبعد كده بيتم قمرها للحصول على النبت الأخضر. طيب، هل في ميعاد معين لإنتاج هذا النبت؟ احنا يمكن في دراستنا اللي فاتت ودراستنا المقبلة، كل نبات من ضمن النباتات اللي احنا بننتجها بيكون له موسم زراعة محدد. انا بحدد موسم الزراعة الخاص بالنبات لان هنا انا بكون عندي عايز اطلع من النبات محصول اقتصادي، سواء كان محصول ثمري او محصول بذري. يعني هنا انا بيكون مطلوب مني ان انا اوفر للنبات الاحتياجات الخاصة بدرجات الحرارة حتى يصل النبات لمرحلة الإزهار، ثم مرحلة الإثمار، ثم مرحلة بعد كده عملية النضج إذا كان حاصل فيه لمرحلة الحصول على البذرة مرة تانية. طيب، هنا النبات بتاعي أنا مش محتاج إن أنا أصل بيه لكل هذه المراحل. إذن هنا لا يوجد فترة محددة لإنتاج النبت، يمكن إنتاج الخضر النابتة في أي وقت طول السنة. وقت ما حضرتك عايز بتجيب البذرة وبيتم ترطيبها بالمية ووضعها في الإناء الخاص زي ما هنشوف ما هي أهم مواصفات الأواني وأنواع الأواني اللازمة لإنتاج الخضر النابتة، وبعد كده بتستهلكها. يبقى أنا لو جينا نتكلم على ميعاد إنتاج النبت، لا يوجد ميعاد محدد لإنتاج الخضر النابتة، أي يمكن إنتاجها طول العام دون الاحتياج لتربة، وسواء توفرت إضاءة منزلية أو لم تتوفر إضاءة منزلية. نيجي نشوف مع بعض ما هي أهم الأواني التي يمكن استخدامها في إنتاج الخضر النابتة. يمكن استخدام البرطمانات المختلفة، ممكن أيضا استخدام الصواني المختلفة. يبقى عندي البرطمانات مختلفة الأحجام، وعندي الصواني سواء كانت صواني من البلاستيك أو من الفوم. أنا بستخدم هذه الأدوات لإنتاج الخضر النابتة. طيب، إيه هي الخطوات بقى اللي حضرتك هتعملها عشان تنتج
هذه الخضر النابتة. أنا بحتاج عندي بيئة اللي بيتم فيها عملية الكمر وعملية الترطيب، بيكون عندي قطع من القماش أو القطن السميك، بيكون عندي فوط ورقية زي الفوط أو البكر الورق، قش رز معقم أو بيئة الفيرميوكلايت. يبقى البيئات المستخدمة في عملية التنبيت يا إما قطن، يا إما قطع من القماش، يا إما فوط من الورق، يا إما قش رز معقم، يا إما بيئة الفيرميوكلايت. عشان تنتج الخضر النابتة في عندي خطوات الإنتاج. أول حاجة إنتاج البذرة المنبتة، وبعد كده إنتاج النبت الأخضر. يبقى أنا عندي هنا مرحلتين أو مستويين من الإنتاج. المرحلة الأولى إنتاج البذور المنبتة. لو حضرتك عايز تنبت بذرة جوه البيت بصورة آمنة كغذاء صحي وآمن لحياة حضرتك والناس المحيطين بيك، أول حاجة هعملها إنتاج الخضر المنبتة. أول حاجة بيتم نقع البذور في المية لمدة 8 إلى 24 ساعة لتنشيط عملية التنبيت. إيه اللي بيحصل؟ بجيب البذرة بتاعتي أحطها في الإناء اللي احنا شفناه، بيتم إضافة الماء النقي الخالي من المسببات المرضية، خالي من الأملاح، الماء اللي احنا بنشربها، بيتم وضع البذرة فيه لمدة 8 إلى 24 ساعة. إيه اللي بيتم في خلال هذه العملية؟ كل بذرة من بذور النباتات اللي عندي بيكون موجود عندي فيها فتحة تسمى فتحة النقير، ودي بيبقى عندي أي بذرة بيكون عليها غشاء من الخارج ما عدا هذه الفتحة. الفتحة دي بتسمح بدخول الماء من الخارج إلى داخل أنسجة البذرة بتاعتي. في حالة دخول المية بيتم تنشيط الجنين بتاع البذرة اللي موجود. الجنين لما بينشط بينتج أو بيفرز إنزيمات تساعد على تحلل المادة الغذائية في الوسط المحيط به، في وسط الغذاء المحيط به، وتحلله من مواد كربوهيدراتية معقدة التركيب إلى سكريات أحادية. وده السبب ان انا بقول ان هنا عندي السكريات اللي موجوده في هذا النبت سكريات احاديه، اي انها لا تحتاج الى هضم، يعني عنصر غذائي مهضوم. يبقى اول حاجه انا بنقع البذره بتاعتي لمده من 8 الى 24 ساعه. اثناء افراز الجنين لهذه الانزيمات بيحصل تكسر أو تحلل أو تحول المادة الغذائية من صورة إلى صورة، فبينتج عندي بعض الغازات، فبيجب عندي شطف البذرة بتاعتي من مرتين إلى 3 مرات على حسب درجة الحرارة. فبيتم بعد كده شطف البذرة بتاعتي بماء جديد كل مرتين، بماء بارد يوميا صباحا ومساء في فصل الشتاء، ولو كان عندي درجة الحرارة عالية شوية في فصل الصيف بيتم عمل هذه العملية 3 مرات في اليوم ثم التصفية. وبعد كده بحط البرطمان بتاعي في مكان مظلل وجيد التهوية. بعد كده بيتم جمع النبت بعد 1 إلى 2 يومين، وعندما يصل طول النبت من 1 إلى 1.5 سنتي. طيب هنا عندي عملية النبت ديت، احنا قلنا لو انا عايز احصل بقى على النبت الاخضر هعمل ايه؟ انا كده وصلت للمرحلة الاولانية ان انا بعمل عملية تنبيت للبذرة زي ما بيحصل في نبات التلمس. الخطوة اللي بعد كده انتاج النبت الاخضر. عشان اصل بقى لمرحلة النبت الاخضر هعمل ايه؟ هعمل اول حاجة بعمل تحضير اواني الزراعة او صواني الزراعة البلاستيك اللي بيتم فيها عملية الزراعة. العنصر اللي بعد كده بيتم نقع البذور خلال فترة الليل لمدة قد ايه؟ قلنا ان مدة النقع هنا بتكون من 8 الى 12 ساعة. بس هنا بدل ما كنت بحط البذرة بتاعتي داخل البرطمانات وبشطفها، لا انا باخد البذرة بتاعتي وبيتم وضعها في بيت الزراعة اللي هي قلنا عبارة عن فوط من القماش او القطن او القش المعقم او الفوط الورقية. بعد كده
بيتم تغطيه الاواني بغطاء داكن لتسهل خروج الجزير اللي موجود على النبات. بعد يومين بشيل الغطاء اللي موجود عقب الانبات، وعند وصول النبت بتاعي الى ارتفاع 7 سنتي بيتم قص هذا النبت. يبقى انا عندي هنا مرحلتين زي ما احنا قلنا، في مرحلة الحصول على البذرة المنبتة بيتم نقع البذرة بتاعتي في الماء لمدة 8 إلى 24 ساعة. أما في حالة الحصول على النبت الأخضر بجيب الأنية بتاعتي وأجهزها، بنقع البذرة بتاعتي لمدة 8 إلى 12 ساعة، بزرع البيئة في وسط الزراعة. بعد كده بيتم تغطية الأواني بغطاء داكن للحصول أو إمكانية خروج الجزير اللي موجود في النبات. بعد كده بشيل الغطاء عقب الإنبات بيومين وبرويها مرتين كل يوم، وعندما يصل ارتفاع النبت بتاعي لارتفاع 7 أو 10 سنتي بيتم قص هذا النبت. طيب إيه هي الاشتراطات بتاعتي للحصول على نبت صحي جيد؟ أول حاجة إن البذرة اللي أنا هستخدمها تكون بذور نظيفة خالية من الميكروبات. الحاجة التانية إن الماء اللي أنا هستخدمه، الماء المستخدم يكون ماء نظيف ونقي. الجزء اللي بعد كده الأداة أو الأواني اللي أنا هستخدمها تكون أدوات نظيفة. بعد كده إن لو عندي إنسان في عندي مشكلة مرضية أو هو حامل لمرض معين لا يفضل أن يتعامل مع هذا النبت أو هذه الخضر. بعد كده آخر حاجة يفضل الطهي إذا أمكن. يبقى هنا أهم الاشتراطات الواجب مراعاتها للحصول على النبت الصحي الجيد، إن البذرة اللي أنا هستخدمها تكون بذور نقية خالية من مسببات الأمراض، الماء المستخدم بيكون ماء نقي ونظيف، الأدوات بتاعتي بتكون أدوات نقية ونظيفة، التنبيت بيتم داخل البيت وليس خارجه، لو عندي أحد الأفراد داخل البيت مصاب بمرض معين أو مصاب بحاجة معينة بيمنع من التعامل مع هذا النبت لأنه بيكون مصدر لنقل العدوى. يفضل أن يتم طهي هذا النبت بشكل جيد. وإحنا كده لما نيجي اتكلمنا على مثال تطبيقي ومثال عملي ومثال حي لتحويل الدراسة بتاعتنا لأرض الواقع، حضرتك بتاخد مادة علمية بتأهلك للالتحاق بسوق العمل، مهارات معينة حضرتك بتاخدها بتتعلمها بتكون بالنسبة لك أداة ووسيلة لكسب الرزق، وأيضا وسيلة لتنمية قدراتك والحفاظ على بيئتك وتوسيع أو بسميها حاجة التعامل المجتمعي مع الوسط المحيط بيا. أنا عندي بيئة عايز أحافظ عليها، عندي علم عايز أوصله لصحابي وجيراني وأهلي وبيئتي، تعلمنا مع بعض فيها إزاي أن أنا أستغل مساحات غير مستغلة في البيت عن طريق زراعة الأسطح بتاعتي بزراعة قلنا بستخدم أدوات بسيطة جدا، بأدوات ممكن يكون أنا بستخدمها بتكون عندي بتشكل عبء. البيئة اللي بستخدمها إيه هي، بستخدمها إزاي، بتفيدني بإيه، بجيب البذرة بتاعتي وبزرعها، في عندي نوع من أنواع النباتات أو إمكانية أن أنا بعمل حاجة اسمها البذور النابتة أو النبت الأخضر. كل هذه الأدوات وكل هذه الإمكانيات هي تحويل للمادة العلمية اللي احنا درسناها مع بعض لتطبيق عملي في أرض الواقع للحفاظ على بيئتك والحفاظ على حياتك وصحتك وصحة أسرتك وصحة الناس المحيطين بيك، بتنتج غذاء آمن وغذاء صحي وغذاء مفيد على المستوى الشخصي وليس نتاج تجاري في مبادرة بننطلقها من هنا من برنامجنا في بيتنا مدرسة ازرع بيتك، كان عنوان حلقتنا النهاردة المخصصة لطلاب الصف الثالث.
حضرتك درست معانا اساتذه بساتين في الصف الاول ودرست بعض المواد في الصف الثاني، اهلتك بمجموعه من المعارف والخبرات اللي تقدر من خلالها تحويل الماده العلميه لماده بتفيد بيها البيئه اللي حضرتك عايش فيها، وبتكون تمهيد لدراستك المقبله ان شاء الله في الصف الثالث مع بعض في بعض المواد اللي هندرسها مع بعض، اللي هي خدمه حاصلات الخضر وخدمه حاصلات الفاكهه وخدمه حاصلات الزينه والنباتات الطبيه والعطريه ونباتات الزراعه المحميه. وبكده ان شاء الله انتهت حلقتنا المخصصه لطلاب الصف الثالث، ونلتقي مع بعض ان شاء الله في حلقات اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لكم والسلام عليكم.